حلوى عامر بن سيف، المذاق الراقي المميز، كلها للشرقية يعرفون هذه الحلوى. بدأوا من جعلان بني بو علي، واليوم يفتتحون فرعهم السابع في محافظة مسقط. وين؟ أذين هي المذاق الراقي المميز للحلوى العمانية مقابل مستشفى مسقط الخاص. أذين مستشفى مسقط الخاص عند الدوار مباشرة على الزاوية تحصلون المذاق الراقي المميز للحلوى العمانية. علوم كثير بكلمكم عن الحلوى ذي، تعالوا معي عند الدوار اللي عند مستشفى مسقط الخاص. جينا لمحل الراقي المميز للحلوى العمانية، هذا مكانهم فعلا مميز. واليوم طبعا حفل الافتتاح بإذن الله، بخبركم عندهم علوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم. هو 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 اليوم حلوى مرة، اليوم توزيع مرة. الله يعطيكم الصحة والعافية. كيف الحال؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الله يحفظك يا رب. حياك الله. عامر بن سيف أنت ولده؟ نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظكم. فروعكم في جعلان؟ نعم. وفي هين؟ في الأشغرة. في صور. في إبرة. إبرة. في بدية. وفي سناو. سناو. هذا الفرع السابع في مسقط. ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة والعافية. بعدين بنعرف علوم هذه الصناديق، بيوزعونها بالمجان للجمهور اللي بيو. وهني عاد المذاق، وهني الشغل الراقي. أول تذوق بعدين خذ المذاق الراقي يا الرب. وأنا متأكد أنك بتيه مرة ومرتين وثلاث. ليش بتيه؟ أنا بخبرك السالفة. أذيل الجماعة المذاق الراقي للحلوى العمانية توارثوا هذه المهنة أبا عن جد. والجميل أن بنفسهم يديروا المشروع، وفي كل محل تلقى الشباب العمانيين هم اللي موجودين في إدارة هذا المصنع وهذه المحلات وأفرعهم السبعة. تميزوا أيضا بالأصناف اللي يقدموها، وتميزوا أكثر أن الناس اللي عندهم المناسبات الأعراس عطوهم الكيلو كم بريالين؟ نوعية حلوة، يعني في نوعية حلوة يقول لك الكيلو بريالين. كيلو بريالين حلوة المناسبات، حلوة ومذاقها جميل، ولكن يقول لك نراعي الناس، ومع غلاء المعيشة والناس تعبانة يقول لك نراعيهم ونوقف معاهم. الحين جزاهم الله خير، تعالوا نبى نوريكم الأصناف اللي عندهم اليوم. لا تأخذوا كلام يني، أباكم تيو وانتو مارين، خذوا لكم ضيافتكم وتوكلوا. هذه على اسم الوالد المؤسس، فيها بيض عمان وسمن الدار وفيها الزعفران وفيها الهيل. هذه الشغلة اللي سألوا عنها اسمها حلوى عامر بن سيف. وعندهم المحبين حلوى العسل، وعندهم حلوى المزعفرة، وعندهم حلوى الضيافة، وعندهم الحلوى الخاصة، وعندهم حلوى بسمن البقر. يالله هني الشغل الريحة. وعندهم حلوى بزيت الزيتون. وايد الناس اللي يخافوا من السمن وذي السؤال قال لك بزيت الزيتون عندنا. وعندهم حلوى بزيت السمسم. كل هذه الأصناف تعال جرب منها وخضق هوتك. إن عيبك اشتري، وما عيبك فاكسبوك ضيف عزيز يقول لك جزاك الله خير توكل. أقول لك سمعت أن عندكم حلوى قديمة. إيه نعم. حلوى إيش؟ حلوى النشأ. يلا هينها موجودة إن شاء الله بتوفر قريب. هذه اللي يباها يطلبها. أكيد. وعندكم كم نوع قلت لي؟ عندنا ترى 13 نوع. 13 نوع حلوى. 13. مينيو. مينيو. واللي يبى عرس مناسبة يختار من المينيو. اللي يباه. ويبدأ السعر الكيلو من كم؟ مريالين. يلا. يعني واحد 5 كيلو أو 10 كيلو إذا عنده مناسبة 10 كيلو يسدلنا ب20 ريال. تخيل انت تسوي ملكتك تاخذ 10 كيلو ب20 ريال. هذا المذاق الراقي، وهذا اسعارهم، وهذا جودتهم. انا ما اقدر اقول لكم يا الله حلاته، اقول لكم انتوا تعالوا واعطونا رايكم في حلات الحلوات. انا هذا اللي عيبني يقول لك هذا ايه؟ ها؟ هذا مناسب للاعراس. تخيل هذا كم؟ هذا فيه 3 كيلو يعني ب 6 ريالات. 6 ريالات يعني انت لو خضيت 4 من ذي وعندك ملكة صغيرة يسدنك 4. 4 يطلع عنه كم؟ 6 و6 12 24 ريال. بس طبعا هذه الماعون مسترجع، الحمد لله انا ما كسرت واحد. زين الماعون مسترجع، يعني تاخذ لك 4 من هذي ب 24 ريال. واذا بغيت 8 بتدفع كم؟ 48 ريال تقريبا. 48 ريال، يعني ما يوصل 50 ريال. انت مضيف ضيوفك كلهم بالحلوى. نعم. حلوى المناسبة. ختاما يا جماعة الخير،
اللي بيشتري اليوم جايبين من كل الانواع، واللي ما يبي يشتري جايبين لكم 500 نوع بالمجان توزيع، وللبيع موجودات عندهم اصناف واشكال وانواع، والجماعه يتريوكم، وكل المواعين للمناسبات ايضا موجوده عندهم. وتبون هدايا عندهم البوكسات الراقيه للهدايا بالاحجام اللي تبوها للسفر، بتسافرين جايين اعطيه 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 هذاك صندوق، اعطيه صندوق يا ايوه بطل 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 يا سلام. بعد ايش غيره؟ هو ثلاث انواع. يا انت غاوي، انت ترتيب فنان. صورني ابو عواد، ابو عواد مشكور يا اخي، الله يعطيك العافيه على السناد. والله انا ما قصرت. مخرج ومصور من هنا انت من الاشخره؟ نعم. يا الله اقول لك واحد اسمه ايش يا ربي؟ سالم طيني. سالم طيني تعرفه؟ كله يصير كله هو حل عايز. للطلبيات وللمناسبات ولاي استفسار هذه رقم التليفون. هذا اشر لهم، انا ما قاعد اشر لهم على الرقم. هذه رقم التليفون تواصل عنده.